بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشرف بحضرتك. زي ما بنطلع نرد على انتقادات وبنطلع نتكلم كتير، لازم برضو نطلع نتكلم ونشكر الناس على مجهودها اللي حصل معانا الفتره الاخيره. احنا محتاجين نشكر الاخوه الجزائريين والاخوه المغاربه ان هم بصراحه علوا ريتش القناه عندي، هم والاخوه التوانسه. وعايز كمان اشكر الجزائريه الارضيه على عملته امبارح ان هي بثت مباراه مصر وكوتيفوار، وهي كانت اعلنت ان هي تبث مباراه مصر وكوتيفوار، بس في قنوات كتيره جدا بتعلن حاجات وبتتراجع عنها، بس التلفزيون الجزائري اعلن ان هو هيذيع مباراه مصر وكوتيفوار وفعلا ذاع المباراه. وانك تعمل كده في عز قوه وجبروت بين سبورت دي حاجه مش سهله، حتى الجوده بتاعتك بتاع الصوره رديئه عن جوده بين سبورت، بس الموضوع مختلف طالما هو مجاني. بحترم جدا الاخوه الجزائريين وبحترم جدا التلفزيون الجزائري على الخدمات اللي بيقدمها لنا احنا كمحبين عالم كره القدم. انك تقعد تتفرج على الجزائريه الارضيه على مايل سات بشفره بيس مجانيه، دي حاجه في منتهى الجمال وحاجه في منتهى الروعه. للناس اللي ما تعرفش ان هم مش هيذيعوا ماتش مصر والمغرب القادم، لان شبكه تلفزيون تي ان تي المغربيه معاها حقوق البث بتاع المباراه المغربيه الارضي، فده هيمنع الجزائريه الارضيه ان هي تبث مباراه مصر والمغرب القادمه، ومش هيبثوا برضه مباراه تونس وبوركينا فاسو لان هم هيبثوا مباراه المنتخب الكاميروني المباراه القادمه، وبصراحه دي من حقهم ان هم يتفرجوا على المنتخب اللي هيقابلهم في تصفيات كاس العالم. فبصراحه دي حاجه مش وحشه في التلفزيون الجزائري، بالعكس تماما انت عرفت السبب ان هو مش هيبث ماتش المغرب، وفي الحالتين هو ما كانش مجبر ان هو يبث لك ماتش مصر وكوتيفوار امبارح، هو اللي عمله حاجه يستحق عليها الشكر. تفاعل المعلق، تفاعل المحللين، تفاعل كل الناس مع المنتخب المصري حاجه تستحق الشكر والعرفان. انت مش مطالب منه بحاجه اكتر من كده. احنا بنشكره على اللي هو عملوه امبارح، وبنشكر الاخوه الجزائريين، وبنشكر الاخوه التوانسه، وبنشكر الاخوه المغاربه ان هم كانوا واقفين معانا امبارح في مباراه مصر وكوتيفوار. واحنا دايما كده متفقين ان الموضوع بعيدا عن السياسه وبعيد عن كل العالم بتاعهم، احنا كلنا واحد مع بعض. والف الف مليون شكر اللي حصل امبارح في مباراه مصر وكوتيفوار، وشكرا ليكم يا جماعه لان انتوا ما بينتوش الواحد ان الواحد يعني كان بيأفر، لان الواحد ما بيتكلم على منتخبات غير منتخب بلده بطريقه كويسه بيتقال ان انت عايز تشتري محبه فلان او تعمل، مع ان الموضوع اسخط من كده بكتير. احنا كلنا واحد والموضوع مش مستاهل، ودي كوره واحنا بنحاول نبعد عن العالم بتاعهم، بس هم مع الاسف بيجونا هنا. فنتمنى ان احنا نفضل مكملين على الوضع اللي احنا فيه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان ماتش مصر والمغرب ما يكونش مؤثر بره الملعب، لانها 90 دقيقه تلعب في الملعب، فالموضوع مش مستاهل. والنبي ان احنا نقعد نتكلم من يوم الخميس لحد يوم الاحد على 90 دقيقه ممكن يطلعوا مملين، فمش محتاجين ان احنا نقعد نعجل بالكلام ومواجهه ناريه ومواجهه، لان احنا اساسا ما كنا متوقعين ان منتخب مصر او منتخب المغرب هيكونوا موجودين في دور الثمانيه. ده احنا وجودنا في دور الثمانيه ده اساسا حمد وشكر ربنا في الاول وفي الاخر. ده رأيي وبس، يعني زي ما كنا بنرد على انتقادات لازم نرد على شكر الناس، ولازم ندي لكل واحد عمل حاجه كويسه حقه. لا عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش والله هذا رأيك وده فيديو انا كنت حابب اعمله.